الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله جميعا في الجزء الثاني من دورة الموازنة الشهرية. كان حديثنا في الجزء الأول هذه الدورة حول التعريف المقصود بكلمة الموازنة. تحدثنا عن بعض الضوابط في مجال الفتية، وبدأنا بالحديث عن موازن الأسرة المسلمة وجريان الإسلام. المسألة التي سنبدأ بها في هذا الجزء الزواج والطلاق الذي تجريه المحاكم المدنية، هل هو نافذ شرعا أم لا؟ طب الزواج كيف يتم هنا؟ الزواج إنما يتم عبر مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الرخصة أو الإذن بالزواج، المارج لايسنس. فكل مريد للزواج إذا أراد أن يسجله تسجيلا قانونيا لابد أن يذهب إلى المحكمة أولا ليستصدر المارج لايسنس، ثم يأتي به بعد هذا إلى الجهة الدينية التي يتبعها، مسجدا كانت أو كنيسة أو معبدا أو نحو، يعني ثم يتم إجراء الزواج دينيا في إطار أو من خلال الجهة الدينية التي ينتمي لها. لكن إذا أراد ألا يستكمل المشوار دينيا يمكن أن يرجع إلى المحكمة مرة أخرى فتجري له الزواج بالطريقة المدنية البحتة بعيد عن الإطار الديني. ده متاح وده متاح. احنا بنقول ان احنا يعني لا بأس، يعني بل ينبغي ان نستصدر المرحلة الاولى المارج لايسنس، ثم بعد هذا يأتي كل مريد للزواج الى المسجد لكي يجرى له زواجه على وفاق الشرع المطهر في حضور ولي الزوجة او نائبه او وكيله، في حضور الزوج، في حضور اثنين من الشهود، في إجراء يتم على درجة من العلانية بحيث تجعل الزواج بإذن الله في أقصى درجات المشروعية ويتحقق القبول والاعتراف الاجتماعي بهذا الزواج. مسألة الطلاق، طب هل الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم المدنية كافي لإنهاء العقد الزوجية؟ كافي لإنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين؟ الحقيقة الزواج فيه عقدتان، في عقدة مدنية تتم من خلال القضاء، وعقدة شرعية تتم من خلال الجهة الدينية التي يتبعها الشخص. لأن بعد أن يتم إجراء عقد الزواج في المسجد يرجع الزوج بهذه الأوراق إلى المحكمة ليستكمل توثيق الزواج رسميا. يعني يبدأ بالمحكمة للحصول على رخصة منها، أليس كذلك؟ ثم يأتي إلى المسجد ليبرم له عقد الزواج، ثم يرجع إلى المحكمة ليتم تسجيل الزواج مدنيا أمام المحاكم. فعندنا عقدتان، عقدة مدنية تجريها المحاكم أو تعقدها المحاكم، وعقدة شرعية تجريها أو تعقدها الجهة الدينية التابعة لها، وكل واحد له الجهة بتاعته. يعني كما لا يستطيع المسجد أن يستغني عن الجانب المدني ويقول أنا ما دمت قد عقدت الزواج مدنيا فهو تلقائي وأوتوماتيكلي ينبغي أن يكون معترف به قانونا، طبعا هو لا يملك هذا. برضو نفس الشيء، إذا أنهت المحكمة العقدة المدنية للزواج يبقى بعد هذا العقدة الشرعية. طب من ذا الذي يملك حل العقدة الشرعية؟ الزوج أولا، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي أخذ بالساق هو الزوج. الأمر الثاني، إذا أمسك الزوج زوجته ضرارا وأبى أن يطلقها، أو غاب غيبة منقطعة لا يعرف له مكان، أو سجن سجنا طويلا ولا يريد أن يطلق زوجته، أو أعسر في النفقة وليس له مصدر وليس لها مصدر، أو كان يضربها أو يشتمها أو يمسكها ضرارا، فكل هذه من أسباب التطليق القضائي الذي يتولاه القضاء الشرعي. يبقى الذي يملك حل العقدة الشرعية الزوج أولا،
والقضاء الشرعي ثانيا. القضاء الشرعي إذا غاب الزوج أو أمسك زوجته ضرارا وأبى أن يطلقها، طب من ذا الذي يقوم مقام القضاء الشرعي خارج بلاد المسلمين؟ المساجد، القائمون على الأمر في المساجد الإسلامية، ومن عينتهم للفصل في قضايا الأنكحة والفرق، هؤلاء هم الذين يتولون إنهاء هذه المسألة. لكن في مسألة في غاية الأهمية هنا، وأنا أنبه إليها إخواني من القائمين على الأمر في المساجد، لا ينبغي أن يتدخل المسجد لإجراء أي خطوة، يعني قبل أن تحسم المسألة مدنيا أولا في المحاكم. يعني تأتي الزوجة تشتكي من زوجها أنه يمسكها ضرارا ويضربها ويعتدي عليها، طيب سيدتي إيش المطلوب؟ المطلوب طلقوني، اخلعوني. نقول لها أولا اذهبي إلى المحكمة فأنهي الجانب القانوني أولا، لأن إذا أنهينا الجانب الشرعي أولا وأخذت هذه الورقة وشرقت بها وغربت، الزوج الغاضب سوف يعلن الحرب العالمية الثالثة على المسجد وعلى الإمام. يعني فلا ينبغي، ما هكذا تورد الإبل. المسجد ينبغي أن ينتظر حتى ينتهي الجانب القانوني أولا. يا سيدتي نحن متعاطفون مع قضيتك، لكن اذهبي أولا إلى القضاء وحللنا الجانب القانوني أولا، فإذا جئت إلينا بوثيقة التطليق المدنية ساعتها ننظر، وساعتها ننظر فعلا، ننظر مش مباشرة وأوتوماتيكلي وتلقائيا بنعمل وثيقة طلاق شرعية. قد يكون الزوج مظلوما، وقد تكون الزوجة مجرد مدعية، ونحن لابد أن نستمع إلى الطرفين. ما فيش حاجة اسمها إصدار طلاق يعني كده غيابي الزوج ما لا سمع ولا شاف ولا شاف ولا دري. لابد أن يخاطب الزوج أولا، وترسل له يعني رسائل بطريق رسمي، يفتح ملف توضع صورة من هذه الرسالة في هذا الملف، يضرب له أجل، إذا ما جاش نضرب له كمان أجل مرة تانية، إذا ما جاش المرة الثالثة، يعني بناء على امتناعه عن الحضور، وتأسيسا على الطلاق المدني الذي صدر قبل هذا، وتأسيسا على مطالبة الزوجة بالطلاق وعلى شكايتها من إمساك زوجها ضرارا، يمكن في هذه الحالة إصدار وثيقة طلاق شرعية. إذا لم ننتبه لهذه الإجراءات هندخل في مشاكل كثيرة جدا جدا، إما شرعية وإما قانونية. يبقى إذا جاءت المرأة شاكية زوجها أمام المسجد، يحاول أن يصلح أولا بطرق الإصلاح الودية الشرعية المعروفة، فإن وجد نفسه أنه أمام طريق مسدود يطلب منها أولا أن تذهب إلى المحكمة باستصدار الطلاق المدني، فإذا جاءت به إلى المسجد أمكن للمسجد أن يتصرف في هذه الحالة. يبقى الطلاق المدني يحل العقدة المدنية للطلاق، الزوج أو القضاء الشرعي بيحل العقدة الشرعية للطلاق. طب واحد بيقول، وده رأي موجود ومحل نظر، بيقول هو الزوج لما وثق الزواج بتاعه أمام المحاكم كأنه فوض المحكمة المدنية إنها تطلق عليه عند النزاع، مدام ذهب إلى المحكمة بعد ما أجرى الزواج أمام المسجد ثم رجع إلى المحكمة وثق زواجه أمامها، كأنه قبل بالقانون القائم وارتضاه حكما في الخصومة بينه وبين زوجته. الحقيقة الكلام ده مش دقيق، لأن القانون القائم يسلب الزوج حقه في الطلاق بالكلية. القانون القائم لا يجعل شيئا من الطلاق بيد الزوج، الطلاق عندهم بيد القاضي. نحن نقول الأصل في الطلاق أنه لمن أخذ بالساق، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج. متى يتدخل القضاء؟ عند الاضطرار، عند الاقتضاء، إذا غاب الزوج، إذا اعتدى، إذا أمسك زوجته ضرارا، تدخل استثنائي.
لكن يبقى للزوج الحق الأصل الديفولت في باب الطلاق أنه من حق الزوج يعني قبل أن يكون حقا لأي شيء آخر. القضاء المدني هنا لا يجعل للزوج أي حق في الطلاق، لو طلق زوجته 1000 مرة ولا شيء، زيرو، لا يعتد به ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يبنى عليه ولا نقيمه واعتبره. الكلام عندي بشرع مش كده، الكلام عندي نحن نطلق على الزوج إذا أبى أن يطلق، أما إذا طلق ما يقدرش القاضي يقول لا ده أنت ما طلقتش أنا سوف ألغي طلاقك. هل يملك القضاء هذا؟ القضاء ما يملك هذا. السيستم مختلف، الفلسفة مختلفة، المنطلقات مختلفة، فلا ينبغي أن يخلط يعني أن يجمع بين مختلفين، فإن شريعة الله جل وعلا كما لا تفرق بين متماثلين لا تجمع بين مختلفين. إن شاء الله يكون الكلام واضح. ها؟ اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، واهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. تبني المهجرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلام في أعقاب أزمات وأعقاب كوارث كبرى وحروب ونحوها، تأتي الطائرات محملة باليتامى، محملة حتى بمجهول النسب أو مجهول الهوية، وتأتي بهم خارج بلاد المسلمين وتتسابق الجمعيات والأسر على كفالة هؤلاء وعلى تبنيهم. أحيانا القوانين تشترط أنه لا يسمح بالكفالة إلا لمن يتبنى هذا الطفل تبنيا قانونيا يمنحه اسمه ويعتبره من جملة أولاده. التبني عندنا في الشريعة محرم، فكيف تحل هذه المشكلة؟ تعارضت مصلحتان أو تعارض جانبان، جانب تحريم التبني وجانب المحافظة على أصل الدين لهؤلاء المساكين حتى لا يقعوا ضحايا للتنصير والعبث بأديانهم. المجمع له قرار جميل في هذا، بيقول إيه؟ نعم، بيقول كفالة اليتامى ومن في حكمهم من اللقطاء والمشردين من أجل الطاعات وأزكاها عند الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. الأصل أن التبني الذي ينسب فيه الطفل إلى غير أبويه من عادات الجاهلية ومن المحرمات القطعية في الشريعة. الكفالة شيء والتبني شيء آخر. التبني الذي ينسب فيه الولد إلى من التقطه أو إلى من كفله من عادات الجاهلية التي أبطلتها الشريعة الإسلامية. إن الله جل وعلا يقول في سورة الأحزاب في الآية الرابعة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. والآية بتقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، استهلال بارع جدا، كما لا يكون لرجل قلبان لا يكون له أبوان، الأب الذي أنجب والأب الذي تبناه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى قبل تحريم التبني زيد ابن حارثة، ونزل تحريم التبني، وتعلمون القصة، وقد أثبتها الله تعالى في كتابه الكريم. وللتأكيد على إلغاء التبني
الله جل وعلا زوج نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وهي مطلقة متبناه زيد بن حارثة، لكي يتأكد المعنى أن المتبنى ليس ابنا ولا يأخذ حكم الابن. لو كان يأخذ حكم الابن لا يجوز للرجل أن يتزوج بمطلقة ولده، كما قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. لكن السؤال هنا، إذا تعين هذا التبني سبيلا لاستنقاذ المهجرين إلى الغرب من يتامى المسلمين وأطفالهم من أخطار تبني الجهات التنصيرية والجمعيات غير الإسلامية، ولم تتيسر كفالتهم عن طريق الكفالة المجردة، في هذه الحالة تعارض مصلحتان، مصلحة حفظ الدين ومصلحة حفظ النسب، وحفظ الدين مقدم على حفظ النسب وعلى بقية المقاصد الشرعية، فيرخص في التبني الصوري. نعم، يرخص في التبني الصوري على أن تتخذ الإجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في إطار الصورية. هذا إجراء قانوني لا بد منه لتحقيق مقصد شرعي كلي كبير مقدم على المقاصد كلها، وهو مقصد حفظ الدين، وعلى أن تتخذ يعني الاحتياطات التي تحول دون اختلاط الأنساب والتجنب الاختلاط غير المشروع. الولد ده، كلمة ولد على فكرة تطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكل مولود ولد ذكرا كان أم أنثى. الولد المتبنى هذا إن كان بنت هتنشأ في هذا البيت، عندما تكبر ستصبح غريبة أجنبية على رب هذا البيت الزور يعني، وإن كان ذكر ابن لما يكبر هيصبح غريب أجنبي عن مين؟ على زوجة هذا الرجل. فهذه الإجراءات تعمل حسن ترتيب لهذه العلاقة. إن كانت المرأة مرضعة ترضع يبقى ابنها بالتبني، لو أختها بترضع ترضع أختها يبقى ابن أختها بالتبني، وأيضا إشهاد الجلية والناس يبقى يعرف الناس ويعرف الجلية إن هذا ليس ابنا صلبيا، ليس من جملة الورثة وليس جزءا من النسيج الشرعي للعائلة، إنما له حقوق الكفالة والرعاية وحسن الصحبة، وله أيضا أن تجعله نصيبا فيما تخلفه بعد موتك من خلال الوصية وليس من خلال الميراث. هو ليس بوارث فيجوز أن توصي له في حدود التلت، يعني هذا السقف الحد الأقصى إيه؟ التلت. فتستطيع أن توصي له بجزء من مالك يحقق المحافظة عليه وتأمين مستقبله، الباب في هذا مفتوح. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. يبقى بقية القرار بيقول اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، يعني على أن تتخذ الإجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالة وتحول دون اختلاط الأنساب وتجنب الاختلاط غير المشروع وتبذل الأسباب الشرعية التي تعين على ذلك، ومن هذا إشهاد الجارية المسلمة على هذه الواقع، تسجيلها أمام المركز الإسلامي، إرضاع هذا الطفل من زوجه إن كانت ذات لبن أو أختها مثلا. وعلى فكرة بالمناسبة اللبن الذي تدره المرأة ولو كان يعني تم استدراره بطريق صناعي مش نتيجة ولادة يعني، هذا أيضا يصلح في قيام لحمة النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في وسائل استدرار للبن يمكن يستدر اللبن ولو في غير زمن الرضاعة، لو المرأة لا ترضع أصلا تم استدرار لبن منها، فدي برضها طريقة من الطرق التي تحل هذه المشكلة، لأن طبعا مفهوم أن مع التربية بتنشأ لحمة نفسية، بتنشأ علاقة نفسية
مع الزمن بتتعمق، فيعني بيصعب فصم هذه العرى في المستقبل، فيعني فمناسب أن تتخذ الإجراءات التي يعني تؤدي إلى تسهيل وتسيير هذه العلاقة بالمستقبل بدون مخالفات شرعية. طيب، المسألة الثانية، زواج الحب لا من الزنا. الزنا من كبائر الذنوب وفواحش الآثام، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لحظة ارتفاع للإيمان من العبد، إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. والله جل وعلا لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، فعمل سياج حول هذه الفاحشة، فحرم الخلوة وحرم الخضوع بالقول وحرم التبرج وحرم خروج المرأة متطيبة ومتبرجة بزينة، عمل جملة من المحرمات تحيط بهذه الفاحشة لتقطع الذريعة إليها وتحول دون الوصول إليها. طيب، للزواج بالزانية إذا ألمت بزنا لابد لها من شرطين. الشرط الأول التوبة من الزنا، ألا تكون مقيمة على الفاحشة. المقيم لسه مستمرئة الفاحشة ومقيم عليها لا تصلح فراشا لرجل مسلم. أيضا نفس الحكم في جانب الزوج، الزوج الفاجر المستمرئ لهذه العلاقة المحرمة ولسه مقيم عليها لا يصلح زوجا لامرأة عفيفة، فإن الله جل وعلا بدأ فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الشرط الثاني استبراء الرحم احتياطا للأنساب، لكي لا يحدث خلط في باب النسب، فيشترط لحل نكاح الزانية التوبة من الزنا من ناحية، واستبراء الرحم بحيضة لنتأكد من فراغه من ناحية أخرى، إلا إذا كان سيتزوجها الذي زنى بها. في هذا الحال تحقيقا لمقصود الشارع من الستر، وتشجيعا لهم على التوبة، ومنعا لإشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، يمكن أن يتزوج بالذي زنى بها وأحبلها من الزنا. طب تبقى قضية الولد، لمن ينسب هذا الولد؟ الذي عليه جماهير الفقهاء أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب. دليل على هذا الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد لصاحب الفراش الشرعي، الزوج أو السيد يوم أن كان ثمة إماء. الولد للفراش وللعاهر الحجر، حجر إما لا شيء الخيبة هو قبض الريح، أو الرجم إن كان محصنا. لكن يعني هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، يعني لكن خالف في هذا بعض أئمة السلف، ثم قالوا إن هذا الحديث نص في المرأة عندما تكون فراشا، الولد للفراش. إذا حدث نزاع بين الزوج صاحب الفراش وبين الزاني، فلمن ينسب الولد؟ الولد لصاحب الفراش الشرعي. يعني كأن فرض الحديث وفرض المسألة أننا أمام امرأة متزوجة زنى بها رجل آخر، فحدث نزاع بين الزاني وبين الزوج، كل منهم يدعي نسبة الولد إليه. في هذه الحالة كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
الولد لصاحب الفراش الشرعي. وأصل مورد هذا الحديث نزاع بين سعد بن أبي وقاص وبين عبد ابن زمعة أخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة. كان النزاع على ولد لزمعة، فعبد بن زمعة يقول هذا أخي ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه فنحن أولى به. وسعد بن أبي وقاص يقول هذا ابن أخي عتبة لقد عهد إلي به قبل موته، أوصى إلي به، انظروا إلى شبهه بعتبة. بحدث النزاع في امرأة كانت أمة لزمعة، كانت فراشا شرعيا له، وفي زمان الجاهلية زنى بها عتبة ابن أبي وقاص، وحدث نزاع لمن ينسب الولد، هل ينسب للزاني أم ينسب لصاحب الفراش الشرعي. وشوفوا القضاء النبوي الجميل، في باب النسب انتصر للفراش فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وفي باب الاحتياط للاختلاط قال واحتجبي منه يا سودة، لأن في احتمال ألا يكون أخا لها خاصة جانب الشبه، انظروا إلى شبهه بعتبة. يعني فجعل الفراش، جعل النسب لصاحب الفراش، واحتاط للاختلاط فقال واحتجبي منه يا سودة. فهنا القرار بيقول إيه؟ بيقول إن مورد الحديث في نزاع بين زان وصاحب فراش، فالولد من الفراش. لكن إذا لكن فرض المسألة هنا امرأة ليست فراشا أصلا، امرأة زنى بها رجل لا هي متزوجة ولا هي أما، ليست فراشا لأحد، فالحديث ليس نصا فيها، إنما هو نص في حالة امرأة تكون فراشا شرعيا لأحد الناس وحدث نزاع بين الزاني وصاحب الفراش. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا، إذا قال هذا ابني ولم ينازع فيه من أحد غيره فإنه يلحق به. استدلوا على هذا بعدة أدلة، وهذا الكلام اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأربعة من كبار علماء السلف، واختاره مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعد تردد استمر سنتين كاملتين، يعني أجله من دورة إلى دورة لمزيد من النظر والبحث والتأمل والاستقصاء، وانتهى قراره إلى استلحاق ولد الزنا بالزاني، يعني إلى إلحاقه به إذا استلحقه. بس قال هذا يطبق مبدئيا خارج بلاد المسلمين، ثم ينظر بعد هذا في دورات أخرى إلى تطبيقه داخل بلاد المسلمين. من بين الأدلة التي استند لها هذا القرار إنه قال طب ما الولد بينسب لأمه، صح ولا لا؟ فيه إجماع أن الولد ينسب لأمه، فهذه أمه وإخوان أمه أخوانه، صح؟ وولد أمه جده، ثمة نسب ثبت من جهة الأم، والأب أحد الزانيين، يعني فلماذا ثبت نسبه لأحدهما ثم حجب نسبه عن الطرف الثاني؟ ده شيء. دليل الثاني أيضا أنهم قالوا في قصة في غلام جريج الذي اتهم ظلما بالزنا، امرأة بغي من البغايا حاولت أن تفتنه فاستعصم فأمكنت منها راعيا فزنى بها فحملت منه، فلما وضعت حملها اتهمت به الراهب هذا، فجاءوا إليه ثم هدموا صومعته ثم جرروه ليقتلوه، فقال أروني أين الطفل، فقال هو هذا هو الطفل، فأمسك ثم لخص بيده ثم قال يا غلام من أبوك، فأنطقه الله جل وعلا، وهو من بين الثلاثة الذين أنطقهم الله في المهد، فقال أبي الراعي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة
ولم يعقب عليها ولم يخطئ، بل ذكر في مقام الامتنان أن الله أنطق هذا الطفل يعني بما برأ الله بذمة هذا الراهب. يعني على كل حال الشارع عنده تشوف إلى إثبات النسب، فيثبته بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها. الشارع عنده تشوف إلى إثبات النسب، يثبته بأضعف الدلائل ولا ينفيه إلا بأقواها. لا سبيل إلى نفي النسب شرعا إلا باللعان. حتى تحليلات الدي إن إيه لوحدها مش كافية في نفي النسب، إنما وسيلة ترشح. يعني افترض أن رجلا جاء وقد أحرقته الشكوك والوساوس، وجاء يريد أن يلاعن من زوجته وأن ينفي نسب ولدها أو أن ينفي نسب حملها. القاضي الشرعي بيحوله إلى تحليلات البصمة الوراثية. يمكن تحل المشكلة، يمكن تأتي التحليل تأتي النتيجة إيجابية فتذهب ما بصدره من وساوس ونقفل الباب على كده. لكن إذا جاءت التحليلات مصدقة لوساوسه فلا ينتفي النسب بناء عليها، إنما تكون تحليلات كأنها ترشح للعان، يفتح باب اللعان بعد هذا، فلا ينتفي النسب إلا من خلال اللعان. وتأتي تحليلات البصمة الوراثية كالمقدمة بين يديه. تعلمون الملاعنة بصيغتها الشرعية أن يحلف 4 شهادات بالله أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى الخلاصة لا يجوز زواج الحبلى من الزنا بغير من زنى بها إلا بعد استفراغ الرحم، إلا بعد أن تضع حملها. لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا حائل، الحائل مقابل الحامل، حتى تستبرأ استبرأ رحمها بحيضة. إن كان قد تبين حملها فتظل حتى تضع حملها، إلا إذا كان سيتزوجها من زنى بها، ففي هذه الحالة تحقيقا للمقصود الشارع من الست لا بأس أن يزوج. وإذا استلحق الولد به لحقه، الأطفال غير الشرعيين قنابل موقوتة داخل المجتمع وقابلة للانفجار في أي لحظة. وكما قلنا الشارع له تشوف كبير إلى إثبات النسب، فيثبته بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها. يعني لو جاء واحد وقال فلان ده ابني، جاء إلى مجهول نسب قال هذا الولد ابني، لا يضيق عليه في المطالبة بالوثائق والإجراءات والأوراق والشهود ونحوه؟ يعني ما دام لم ينازع في هذا من قبل مدعي آخر، يعني ما دام لم تكذبه البينة الشرعية، إذا كان هذا الولد ثابت النسب معروف نسبه شخص آخر فلا يصلح أن يقتحم أحد عليه ويستلحقه به ويدعي نسبه. أيضا يكون الموضوع معقول، ما يمشي واحد سنه 25 سنة ويدعي ولد سنه 20 سنة ويقول ده ابنك ازاي؟ يقول ده معقول يتبنع يعني. يعني ألا يكذبه الحس، وألا تكذبه البينة الشرعية، وألا يكذبه المقر له بالنسب إن كان يعني عاقلا. يقول لا ده هذا ليس بأب، إذا كذبه خصم ولا يصلح أن يستلحقه في هذه الحالة. لكن نقصد لا يضيق عليه، يطلب إثباتات وأوراق وبيانات وختم النسل والتوثيق، كل كلام مش مطلوب في هذا الباب لحرص الشارعي وتشوفه على إثبات النسب. اللهم صل على شفيع المذنبين. طيب الموضوع الأخير هنا حول مشاركة المرأة زوجها بخبرتها وعملها في أعماله وما ينشئه ذلك من حق مدني في ثروته. الأصل قيام الحياة الزوجية على التكافل والمشاركة
والمعاشرة بالمعروف حتى على مستوى الأعمال المنزلية. الزوج عليه أن يتولى القسم الخارجي والزوجة تتولى القسم الداخلي، ويشتركان بهذه الصورة، اللي بيشتري من بره الزوج واللي بيجهز جوه الزوجة، وبينهما تكافل، فقد تكون الزوجة متعبة فيتولى الزوج أعمال المنزل الداخلية، وقد يكون الزوج متعبا فتتولى الزوجة الشغل الخارجي. الحياة مش قائمة على الصراع كما تصور في الثقافة العلمانية، حياة قائمة على التواد والتراحم، وجعل بينكم مودة ورحمة. يوم أن أخرجوا العلاقة الزوجية من هذا الإطار شقي الرجل وشقيت المرأة معا، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وأنا كنت أتدبر حديث أمنا عائشة، قيل لها يعني كيف كان رسول الله إذا دخل بيته وخلى بك، سؤال جاءها من التابعين، والأنبياء حياتهم الخاصة حتى ليست ملكا لهم، كأنها كتاب مفتوح تستفيد وتقرأه الأمة كلها. ففتحت لنا أمنا عائشة نافذة على البيت النبوي كي تتعلم الأمة من خلاله كيف كان يفعل رسول الله إذا دخل بيته وإذا خلى بزوجه. قال كان يعني كان إذا دخل بيته رجلا من رجالكم، كان بشرا من البشر، كان أفكه الناس ضحاكا بساما. نعم كان في مهنة أهله يرتق ثيابه ويخصف نعاله ويحلب شاته ويخدم نفسه كما يخدم أحدكم نفسه. سألت سؤال، هو المشاركة في الأعمال المنزلية في البيت النبوي ليه؟ البيت فيلا فيها 20 أوضة نوم وتلات أربع تلوار وباكيارد؟ لا والله، الحجرة النبوية 7 أذرع في 5 أذرع، يعني كام؟ حوالي 16 متر. قال البيت النبوي الحجرة 16 متر بالضبط، قد مكتب هنا الشيخ شاكر وربما أصغر شوية. طب ده المساحة، طب تقول معلش ما هو الطبخ شغال 24 ساعة، حلة طالعة حلة نازلة. لا والله يا أخي، كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ما يقل في بيت محمد النار. إذا ما فيش طبخ، ما فيش شغل جوه، ما فيش شغل جوه، لا في طبخ ولا مكان كبير عايز تنظيف. أمال إيه معنى كان في خدمة أهلي؟ هذه رسائل حب. المشاركة المجدلية هذه مهما كانت المشاركة ضئيلة لا تحمل معاني عاطفية رائعة جدا جدا نحن قد نغفل عنها. والمرأة تقتات على الكلمات وعلى اللمسات العاطفية أكثر مما تقتات باللقيمات وبالجوانب المادية البحتة، والإنسان عامة والمرأة خاصة. كما أن لها مطالب مادية لجسدها، لها مطالب روحية ومعنوية لقلبها ولروحها، لها أشواق روحية تحتاج إلى تلبية، كما أن لها حاجات مادية جسدية تحتاج إلى تلبية. فالانتباه إلى هذا المعنى يخلي الحياة الزوجية تمشي على أحلى وعلى أرفع وأرقى مستوى وعلى أرقى مستوى. يبقى نرجع مرة تانية إلى قرار المجمع. الأصل قيام الحياة الزوجية على التكافل والمشاركة والمعاشرة بالمعروف، فعلى الزوج القيام بالأعمال التي تكون خارج المنزل، وعلى الزوجة القيام بالأعمال التي تكون داخله في الحدود المتعارف عليها بين الأزواج. طيب المسألة رقم 2، للمرأة في الإسلام مسلمة كانت أو غير مسلمة ذمتها المالية المستقلة، فتستقل في التصرف، تستقل بالتصرف فيما تملك من مال جاءها إرث مثلا، وفيما تكسبه من ثروة نتيجة عمل أو نحوه، ولا يحجر عليها إلا بالأسباب الشرعية العامة للحج التي يشترك فيها الرجال والنساء. طيب
الأصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولده. الأصل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وعلى زوجها واجب إعاشتها بالمعروف. لا تلزم الزوجة بالإنفاق على البيت ولو ملكت أموال الدنيا بأكملها. الزوجة مش مطلوب منها أن تدفع درهما ولا دينارا في النفقة المنزلية ولو كانت غنية مهما اتسع ثراؤها وامتد غناها، إلا وشركة تطيب بها نفسها بالمعروف. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. طيب، إذا أذن الزوج لزوجته في العمل لا تزال تستقل بما تكسبه من عمل، ولا حق له فيما تكسبه إلا بطيب نفس منها أو فيما كان عن اشتراط مسبق بينهما. إذا أذن لها في العمل واتفق أن تبقى فيه نسبة شيء بها في المصروفات المنزلية لأنها فوتت عليه احتباسها في بيتها، فقال كما تعاونت معك وأذنت لك بالخروج تعاوني معي أيضا ونتقاسم بنسبة ما نتفق عليها النفقات المنزلية. ما فيش هذا الاتفاق، الأصل أن المال مالها لأنه قد أسقط حقه في احتباسها من أجله بإذنه لها في العمل. لا حرج أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت لقاء ما فوتت عليه من الاحتباس في البيت رعاية لبيته ولأولاده، ويأتمران في ذلك بالمعروف، يتكلموا ويتناقشوا ويوصلوا لفورمولا متفق عليها. طيب، الفقرة هذه بقى، إذا شاركت الزوجة زوجها في استثماراته الخارجية، احنا هنا ما بنتكلمش على الطبخ، نتكلم على المشاركة المهنية في العمل في الخارج بخبرتها وعملها، مشاركة تتجاوز حدود الخدمة المنزلية التي تكون بين الزوجين في العادة، فإن هذا ينشئ لها في ثروته نصيب يرجع في تقديره إلى أهل الخبرة حسب ما بذلت من جهد وما تحصل من ثروة. قد يفترضها موظفة، قد يفترضها يعني شريكة بنسبة ما، إذا ائتمروا بينهم بمعروف ووصلوا إلى فورمولا متفق عليها الحمد لله. إذا لم يتفقوا يبقى في هذه الحالة يرجع في الفصل عند التنازع إلى القضاء الذي يقيم العدل ما بين الطرفين. بتظهر قيمة هذا القرار إذا انفصل الزوجان وكانت الزوجة قد حبست نفسها على خدمة زوجها حتى تكونت ثروته، يعني ثم طلقها بعد ربع قرن مثلا وقد يعني أكلها لحما ورماها عظما وقد أصبحت لا حول لها ولا قوة وبكوا ما فيش هنا والمجتمع لا يرحم والنفق يعني والحقوق الزوجية فقط لو وقفنا عندها يعني لها نفقة يعني لها مؤخر صداقها وبعد ربع قرن يكون مسألة التضخم أكلت موضوع مؤخر الصداقة لأن النقود بتتناقص قيمتها مع الزمن طبعا هيكون مجرد يعني شيء لا يسمن ولا يغني من جوع. ولا نستطيع أن نحكم بغير ما أنزل الله، قل خذوا نصف أموال الزوج. واللي بيفكروا بالطريقة دي فاتتهم حاجة مهمة جدا، الزوج ده لو مات كم تأخذ الزوجة من يعني أموال؟ لو مات وهي زوجته وحبيبته وأحب الناس إلى قلبه، لو مات كم تأخذ من تركته؟ ها؟ الربع، السدس إيه؟ الربع إن كان ما عندوش ولد، والثمن إن كان عنده ولد. الله جل وعلا قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.
ده ما يديش إنديكيشن كده يعني إلى أي مدى المرأة يمكن أن تتصرف أو تتملك من ده. أنا بكلم بفطاد هما مطلقاش ولا حاجة، ده مات عنها واحتدت عليه أربعة شالت الطين، مش الطين بالمفهوم اللي يعني أقصد زعلت يعني وحزنت ولبست الحلال وعملت كذا وكذا أربعة أشهر وعشرة. لكن الله جل وعلا الخالق لما قسم التركة قسمها على هذا النحو، جعل لها الربع في حالة عدم وجود الولد والتمن في حالة وجود الولد. فهل يستقيم؟ لا، عندما يطلقان وهما مشتجران ومتغاضبان ومتصارمان تأخذ النصف. يعني كلام لا شك أنه حكم بغير ما أنزل الله، لكن إحنا عندنا وسائل لترميم آثار هذا التصدع. المتعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المرأة التي طلقت رغما عنها مش هي اللي طلب الطلاق، مش هي الراغبة في الطلاق، إذا طلقها زوجها رغما عنها فإن لها متعة، على خلاف هل المتعة واجبة ولا المتعة مستحبة؟ والذي أخذ به قرار المجمع إن المتعة واجبة في كل حالة طلاق، الزوجة مش هي المسؤولة عنها ومش هي المطالبة بها. والمتعة هذه الفقهاء قالوا إنها هدية تقدم إلى المرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. انكسر خاطرها بالطلاق فتقدم لها هدية جبرا لخاطرها المنكسر، وما فيش تحديد شرعي لها. والقاعدة كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف. فبدأت الأعراف المعاصرة وبدأت تعرف طريقها إلى القوانين. يعني القانون المصري مثلا يجعل متعة المطلقة بيجعلها نفقة سنتين، ويقدر القاضي يصل بها إلى 5 سنوات بحسب دراسته للقضية. طبعا أديها عاشت مع جوزها اللي عاش سنتين غير اللي عاشت 20 سنة مثلا، يعني فعنده مجموعة عناصر بيكون من خلالها قراره أو حكمه في نهاية المطاف. هذه اجتهادات قضائية ليست شريعة ملزمة عامة في جميع الأحوال والأزمنة يعني يمكنها، إنما هذا مدخل للترميم ومدخل للتعويض. أيضا المدخل هذا الذي قاله قرار المجمع إن إذا كانت هذه المرأة لها مشاركة مهنية في أعمال زوجها خارج حدود الخدمة المنزلية، يبقى هذا ينشئ لها في ثروته نصيب، يتفقوا مع بعض ويوصلوا للنتيجة، يترفع المسألة إلى القضاء والقضاء يفصل بينهما بما يحق الحق. وقد جعل القضاء لدفع التظالم لكي يدفع دعوة المظلوم. هذا ما جاء في قرار نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام. حي أنا كنت كمن يحلق بالطائرة في سماء مدينة واسعة، لم أدخل في تفاصيل ولا جزئيات عشان نقدر نستوعب الموضوع في المحاضرتين قبل المغرب وبعده. هندي فرصة الدقائق الباقية لبعض أسئلة حضراتكم حتى يزداد الأمر وضوحا، ونلتقي في الغد إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة نستكمل التطبيقات المعاصرة للزكاة وبعض القضايا المالية، الكريدت كارد والإنشورنس وما يفتح الله به مما يتسع له الوقت إن شاء الله. آملين أن تكون هذه البداية وليست النهاية. كلنا لقاءات أخرى في المستقبل نستكمل فيها هذه الموضوعات الشيقة بإذن الله، وجزاكم الله خيرا. أحبك الله يحفظك، في جزاك الله خيرا. سؤال بسيط، يجوز الرجل أن يمنع الزوج من العمل؟ سؤال يعني هل الأصل في الزواج من الأطفال؟ نعم، هل الأصل؟ هل طب اديني ورقه واديني قلم عشان بس اعرف افتكر بس اني ثلاثات كده ما اعرف.
قول تاني يا حبيبي. طيب ماشي. غير طيب الثالث نسيته. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، من تزوج بامرأة كانت عاملة قبل الزواج ولم يكن في عملها محظور شرعي كطبيبة مدرسة كذا، الأصل أنه تزوجها وهي عاملة فهو موافق على حالتها الراهنة وعلى وضعها الذي تزوجها عليه. يعني طبعا إذا جدت في المستقبل ظروف تقتضي تفرغها ليس لمجرد تسلط وليس لمجرد الرغبة في المضارة بها، يعني طبعا من حقه إذا وجد أن هناك عسر في الجمع ما بين رعاية البيت والولد من جانب والقيام بحقوق العمل الخارجي من جانب آخر، فقد ذكرنا أن لرعاية البيت الزوج والولد والقيام على حقوقه الأولوية الأولى في حياة المرأة المسلمة. لكن أي حق لا ينبغي أن يستخدم بتعسف ولا ينبغي أن يستخدم ضرارا، ينبغي أن يأتمر الزوجان في ذلك بمعروف. لكن لا شك أن في نهاية المطاف البيت فيه ربان واحد، السفينة لها ربان واحد، لها قائد واحد، الطيارة لها قائد واحد، والمركبة لها قائد واحد، والدولة لها رئيس واحد. في نهاية المطاف في شورى والناس يتكلمون ويأتمرون بينهم بمعروف، لكن في النهاية في زوج صاحب قرار في نهاية المطاف. ينبغي أن تنزل المرأة على رغبته ولها أن تشتكي وتتظلم إلى المفتي أو القاضي إذا استخدم حقه ضرارا وإذا استخدمه متعسفا في استخدامه. لكن يبقى في النهاية أن على المرأة طاعة زوجها في المعروف في غير معصية الله عز وجل. موضوع مثنى وثلاثة ورباع، المجتمعات اللي بتجرم التعدد وتجعل منه جريمة قانونية لا ينصح فيها بهذا حتى يعني تتوافق مع السيستم الموجود، لأن قد تتنازل عن بعض حقك وهو حق شرعي مقرر من أجل أن تدخل في نوع من الصدام مع المنظومة القانونية القائمة. هذا المجتمع يجرم التعدد وهو يبيح المخادنة، وهذا من تعكيس الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المخادنة مشروعة والزواج ممنوع، بثانية ممنوع، بينما أن تتخذ ألف عشيقة لا تثريب عليك ولا حرج. وعندما نقلت تجربة منع التعدد بالقانون إلى بعض بلاد المسلمين يعني ثم قبض على رجل بتهمة الزواج الثاني، وقف المحامي أمام القاضي وقال سيد القاضي إن هذه المرأة إنما هي عشيقة وليست زوجة، فقضى القاضي بالبراءة، لأن القانون الذي يجرم الزواج بالثانية ونفس القانون الذي يبيح المخادنة. قال يا سيدي هي خليلة وليست حليلة، هي عشيقة وليست زوجة. قال له كده مية مية كده أوكي. فيعني لا ننصح. وأنا أعتقد أحبابي هذه الأسئلة من النوع ده من أسئلة المفخخة والملغمة، فياريت بلاش الله يحفظك ويبارك لنا فيك يا رب. الأمر الثالث الله يحفظك، هل من حق الزوجة إذا تزوج زوجها بأخرى طلب الطلاق؟ ده سؤال دقيق من الناحية الفقهية، لأن كان طلع مشروع قانون في مصر أيام السادات كان يعطي الزوجة الأولى إذا تزوج زوجها بثانية طلب الطلاق للضرر مع المحافظة على الحقوق المالية. الكلام ده عمل شيء من الجدل داخل جامعة الأزهر. دكتور موسى شاهين دشين كان نائب رئيس جامعة الأزهر وعمل مذكرة
وقدمها للدولة لوزارة العدل يعني رئاسة الجمهورية. وكان أول نائب رئيس جامعة في تاريخ جامعة الأزهر اللي يقال بعد شهرين تقريبا من تعيينه، ليست لها سابقة في تاريخ الأزهر. إيه الموضوع؟ هو قال يا أخوانا القانون بيقول إن الزواج الثانية ضرر بالأولى، وما دام ضررا بالأولى فمن حقها أن تطلب التطليق للضرر مع المحافظة على الحقوق المالية. فقال الشريعة تحرم الضرر، لو كان كل زواج يعد ضررا بالأولى والضرر محرم في الشريعة لا ضرر ولا ضرار. إذن الزواج بالثانية محرم أصلا، يبقى أحسن تقوله إن هو محرم، لأن المقدمات دي بتقول في النهاية إن هو محرم. هل هو فعلا محرم ولا يقال إذا أحدث إضرارا بالأولى وأثبتت هذا من حقها طلب التطليق يعني إضرار، مش تلقائي، ما هوش بصورة تلقائية أوتوماتيكلي إنه ضرر يتيح التطليق للضرر، لا، هو إذا تضررت وثبت هذا الضرر خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمرأة مسؤولة ديانة، فلا أدرى، مش أدرى إذا قالنا هي عجزت ولا تستطيع، ما فيش حياة زوجية بالقوة إذا كانت لا تطيق ولا تستطيع من حقها. لكن لا تستطيع أن تعمم القاعدة وأن تقول كل زواج بثانية ضرر بالأولى، طبعا حطج بها وكل ضرر محرم في الشريعة، فالنتيجة أن كل زواج بثانية محرم شرعا، النتيجة نسخ قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما هكذا تورد الإبل يعني. إنما التأتي الفقهي الصحيح يعني أن يقال إذا تضررت المرأة الثانية بالزواج، المرأة الأولى بالزواج، من حقها شرعا ومن حقها قضاء أن تقف أمام القضاء وأن تطالب بالتطليق الضرر. العجيب أن مشروع القانون كان معتمد على فقه المالكية. المالكية هو المذهب الوحيد اللي عندهم التطليق للضرر، يعني قالوا لو شتمها مرة، لو قال لها يا بنت الكلب مرة واحدة من حقها أن تطلب التطليق للضرر أمام القضاء وتحتفظ بجميع حقوقها المالية. يعني فالمشروع بيقول تأسيسا على المذهب المالكي في طلب التطليق للضرر، فإن الرجل إذا تزوج بثانية يعطي المرأة الحق في التطليق للضرر. وراح نقل النص من الفقه المالكي. سبحان الله، نفس النص بقية السطر، والله نفس الفقية نفس النقل في نفس الموضع يقول وليس من الضرر بها الزواج بأولى، نفس النص الذي نقله. يعني مش لوحده، هو قد يكون ضررا وقد تثبته وتأخذ الحق في التطليق، إنما لا تطلق القول. أرجو أن يكون الفهم واضح بين إطلاق القول، أصل إطلاق القول معناه إنه هو محرم، يبقى إحنا زي النصرانية، لا، نحن لسنا كالنصرانية، أصله مشروع بضوابطه بقواعده بشرائطه بضماناته، لكن أصله مشروع. فإذا أطلقت القول بأنه ضرر والشريعة تحرم الضرر فقد أطلقت القول بأنه محرم وأنه منسوخ، وهذا ليس في دين الله عز وجل. الله يشرح صدرك ويطيب خاطرك وينور قلبك يا رب. أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية المطاف وإن شاء الله.